عسلامة، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم رجعت لكم في وصفة جديدة، هي وصفة لتطويل الشعر في مدة قصيرة برشا. دونك عندي هوني المكونات متاعي، نحتاجو بصلة نصف قرصة، ديمي سيترون، دونك أي ماسك موجود عندك في الدار متاع شعر، وعنا هوني زيت دابر أملة، ويل لالوفيرا، وعنا فيتامين او. دونك اللي ما عندوش الزيوت هذوما ينجم يعوض بزيت الزيتونه، خاطر كيف ما تعرفوا اللي زيت الزيتونه فيه لي فيتامين الكل بريسك. دونك انا بالنسبه لي انا باش نستعمل دابر امله، لالوفيرا، الفيتامين او. فيتامين او اللي ما عندوش يمشي يشوف لي كبسول في الفارماسي. دونك لالوفيرا سهلة ياسر، اللي عنده نبتة لالوفيرا في الدار ولا موجودة بحثي ينجم يخرج ليكستخي الموجود فيها من الداخل، كل عاب موجود. ودابر أملا موجود في ال دون لا بليبار دو طون، موجود في لي ماغازان انديان. دونك عاد نحتاج هوني بصلة ونصف قارصة. دونك البصلة باش نرحيوها بالبي وباش نخرجو ليكستخيم تاع الماء متاعها، والسيترون باش نعصروهم. انا هوني دونك حضرتهم، هذا شعطاني، هلا هذه القارص والبصل. دونك نبداو باش ناخذو اول حاجة، كل حاجة منها مغرفة. ناخذ مغرفة لالوفيرا، ناخذ مغرفة دابر أملا، ناخذ مغرفة فيتامين او. نخلطهم بالبيه بالبيه، ونجي هوني باش نزيد الماسك متاعي مقيمة مغرفة. هذا الماسك علاش نزيدو؟ كمرطب للشعر وما يخليناش ريحه البصل قويه في الشعر. تعرفوا البصل ريحته قويه برشا، دونك بور ايفيتي لودور نحطو الماسك. اي ماسك موجود عندك في الدار مش مهم. دونك نحركو الخليط بالباهي بالباهي لين نتحصلوا على بوماد. نحاولوا ندخلوا المكونات الكل في هاك الماسك هذاك. الماسك هذا واجبو عليه وتفكروني، افيكاس 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 عالشعر. دونك نوريكم كيف ما تحصلنا هوني، تحصلنا على كريم. فوالا هذه لي كريم نتاعنا، كريم بوماد. لي كريم هذه باش نعملوها ابليكاسيون على الشعر.
نقسمو الشعر على اثنين ونبداو بالبارتي بالبارتي نعملوه على الشعر نتاعنا الكل ونفركو بالباهي بالباهي الفروع نتاع الراس. دونك بعد ما نكملوه والاطراف ما ننساوش باش تحينا ترشيق. بعد ما نكملو نابليكيو لابليكاسيون هذه على الشعر. اللي عنده الكواف كواف هذه يحطها على شعره لمدة سويعة من زمان ما نتعداوش ساعة ساعتين ماكسيموم في الشعر. اللي ما عندوش يحط بابي سيلوفان وإلا بابي ألمنيوم باش الشعره تسخن وتعدي. سينو ما عندكش تسخن سيرفيت سخونة مش سخونة برشا بيان سور باش ما تحرقناش الشعره. دونك نسخنو سيرفيت ونلفو بها بالماسك هذيك وتذكروني تشوفوا النتيجة ديريكت من التجربة الأولانية بالكل. دونك ان شاء الله عجبتكم الوصفة متاع اليوم ونقولكم باي باي وان شاء الله نهاركم زين ودقلة وحليب وان شاء الله في وصفات اخرى ومرحبا بكم. باي باي واللي ما ابوناش في الشان متاعي يابوني باش يوصلوا كل جديد. باي باي.